السلام عليكم. عقد عدد من قادة الكتائب والسرايا بالعاصمة طرابلس اجتماعا أمس وصفوه بالميثاق بين كتائب وسرايا الثوار في المدينة، والذي يقضي بالعمل على تأمينها وحماية مؤسساتها ومرافقها الحيوية. هذا وقد أكد مصدر أمني في طرابلس أن بعض مناطق المدينة تشهد توترا أمنيا بسبب إغلاق قوة مسلحة من مدينة مصراتة لطريق المطار من جهة كوبري الفروسية، فيما تتمركز قوات تابعة للمجلس العسكري أبو سليم تحت كوبري الحديد في بداية طريق المطار، وقد أغلقت الشوارع المؤدية لمنطقة أبو سليم. إلى ذلك، أوضح مصدر فضل عدم الكشف عن هويته أن جهودا تبذل لحل الإشكال بين الطرفين تفاديا لوقوع أي اشتباكات بينهما، مشيرا إلى أن سبب التوتر هو تبادل الاتهامات بشأن عمليات الخطف على الهوية في العاصمة طرابلس. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوي، وعبر الهاتف من طرابلس أيضا عميد بلدية سوق الجمعة جمال أشنبي، وأيضا من طرابلس وعبر الهاتف عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية. رحب بكم جميعا، وأبدأ معك سيد الكريوي. ما هي حقيقة الأوضاع الميدانية في العاصمة طرابلس لا سيما في طريق المطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في شويه توتر داخل المدينه، ويعني بدات في المنطقه طريق المطار وابو سليم، لكن يعني جميع الجهود ساعيه لفك التوتر هذا. زي ما نعرف ان هذا الموضوع عباره عن خلاف بين اخوه، وصار عليه تشاحن، كان في بعض تبادل اتهامات، وهذا طبعا زاد شويه من التشاحن. في جهود كبيره لتخفيف الضغط هذا ولحل المشكله. احنا متوقعين ان الامور هذه ان شاء الله حترجع لطبيعتها، لان كثير من الناس الخيرين واللي يشتغلوا لمصلحه ليبيا ان هم ساعيين في فك الاشتباك، في فك الموضوع هذا. حتى اصوات ممكن كانت في اصوات رصاص والله امس، فهذه عباره عن حاجات موجوده في الجو يعني، وما فيش اي معارك. الامور يعني بتمشي ان شاء الله بصوره طبيعيه. الناس متضايقه من قفل بعض الطرق، وهذا طبعا حاجه طبيعيه ان الناس تعطلت مصالحها، وما فيش حد في طرابلس راضي على المواضيع هذه، على ان اخوه ليبيين يصير في ما بينهم الخلاف هذا، وطبعا هذا الخلاف يترتب عليه اضرار بمصالح الناس. فاحنا هنا من طرابلس وجميع المناطق وجميع الشباب وحتى في المدن القريبه كلهم يسعوا لفك الخلاف هذا ولحل الاشكاليه هي. طيب سيد شنبي، هل هناك اي تخوف من تطور الاوضاع لتتحول إلى اشتباكات قد تخرج عن السيطرة لا سمح الله؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أخي الكريم تصحيح اسم جمال الشبيني. نعم سيد الشبيني، شكرا لك للتصحيح. طبعا الأوضاع عادية إن شاء الله بعون الله، مش هتشكل خطر، لأن النهاية بطل من إخوة يصير المشاكل بين حتى الإخوة، ولكن نطمنك ونطمن الإخوة المشاهدين والإخوة في ليبيا بصورة عامة أن الوضع في طرابلس آمن جدا جدا جدا. الإشكاليات هذه تصير بين الفينة والأخرى، أنت تعرف الوضع استثنائي في ليبيا، طبعا أنت سلاح موجود في كل مكان، هذا يدل على أن في وعي من الناس بأن المرحلة يفترض أن تكون توه مرحلة سلام ومرحلة أمن. الناس عيت من المشاكل وعيت من الذبح وعيت من القتل. الآن الليبيين كلهم ماشيين في طريق واحد، وهو طريق الحوار وطريق السلام وطريق الأمن. العاصمة آمنة بتوارها. طبعا كثير من الناس المغرضون الذين يصطادون في الماء العكر يريدون تعكير صفوة عاصمة، يريدونها بنغازي أخرى، ولكن هذا الشيء لن يتأثر بعون الله ما دام فيها طرابلس رجال وليبيا فيها رجال. نحن نقول أن آن الأوان أن نقيم الدولة أو أن تقام الدولة. طيب. بسواعد الثوار وبسواعد الأحرار. طرابلس تعتبر مدينة آمنة أمام العواصم
في العالم، ننظر ماذا جرى في باريس، طيب دولة عظمى مثل فرنسا. طيب سنناقش جزئيات قريبة من هذه النقطة، ولكن ابقى معي لينتقل إلى السيد بن عطية. واسأل السيد بن عطية، يعني إذا كانت الأمور حتى هذه اللحظة تحت السيطرة ولم تحدث اشتباكات ما بين الطرفين، في رأيك ما الذي جعل يعني ما تم تناقله عبر وسائل إعلامية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الأمور وكان اشتباكات وقتال دائر البارحة في العاصمة طرابلس؟ نعم، نشكر قناة الأحرار لاهتمامها بهذا الموضوع. الحقيقة الإشكاليات هي موجودة في طرابلس وفي كثير من المدن الليبية. نحن خرجنا من ثورة، خرجنا من 42 سنة قمع، من الصعب أن يستقر الوضع في فترة وجيزة، وهذا يجب أن يكون أمر طبيعي. اللي صار أمس لنكن بوضوح، هناك مجموعات تتواجد في طرابلس تقوم باحتجاز الناس، بإخفاء بعض الشخصيات قسريا. هذا الأمر مدان ومستهجن وغير مطلوب في كل مدن ليبيا وبالذات في العاصمة. نحن ندين الخطف، ندين التعامل خارج نطاق أو إطار المؤسسات القضائية مهما كان كائنا من كان هؤلاء. هذا يعتبر خطأ، ولكن نعتبره نتيجة لغياب الدولة بمفهومها الواسع المستقر. نحن نعاني بالتأكيد من جريمة، من خطف، ولا نخفي ذلك، ولكن الإيجابيات كثيرة. طرابلس بفضل الله آمنة، ولكن عند حدوث بوابة أو بوابتين يحدث ربكة وازدحام في شرق طرابلس وغربها، ويحدث اختناقات مرورية طبيعية. ليس هناك إطلاق نار متبادل بالصورة المعهودة، هو مجرد إطلاق نار هنا وهناك للتنويه، للحماية، لكذا. لا نعتبره جريمة كبيرة. ندعو الدولة لتحمل مسؤوليتها في الإسراع في تفعيل المؤسسات القضائية. ما يدعو بعض السرايا للتعامل بمثل هذه الطريقة، يقولون أين هي مؤسسات القضاء لنحيل إليها من نتهمهم أو نشك فيهم بأنهم فاسدين أو مجرمين. طيب اسمح لي أن أعود إلى السيد الكريوي مرة أخرى وابقى معي. والسيد الكريوي، أسأل هنا، يعني إذا ما كنتم كسلطات محلية في البلديات في طرابلس الكبرى قد قمتم بإجراء أي اتصالات للتواصل مع الأطراف لتهدئة الأوضاع وتجنب أي صدامات، ما هي فحوى هذه الجهود؟ طبعا بالنسبة للجهود هذه فيه عن طريق عمداء البلديات وأعضاء البلديات تم التواصل مع مختلف الأطراف. أيضا عندنا مجالس الشورى، مجالس الأعيان، حتى هي عاملة جهد كبير. العملية أن كل الجهود منصبة في أن احنا كيف نبعدوا أي فتيل الفتنة، لأن زي ما احنا في جهود كبيرة أن هي تسعى لفك الفتنة ولوقف أي تطور أو اشتباكات، في للأسف ناس تسعى لعملية إثارة الفتنة بحيث تستمر الفوضى في العاصمة، بحيث يحدث اقتتال بين الإخوة. لكن الحمد لله الناس خيرين كثير، وباش حتى تكون في الصورة، الناس سواء من في المجالس البلدية أو في مجالس الحكماء أو مجالس الأعيان أو حتى من خارج طرابلس كلها تسعى في، يعني شعرت أن ممكن أي حاجة تأثر في العاصمة كلها متدافعة في عملية حل المشكلة هذه. وهذا طبعا أعطينا اطمئنان الحمد لله في الموضوع هو. وإحنا ندعو جميع الأطراف أن هم كل واحد اللي عنده شوية شباب يعني مش متحكم فيهم، أنه هو يسعى في ضبط الشباب اللي عنده بحيث أن احنا ما يكونش عندنا أي مشاكل داخل المدينة. ونتوقع أن احنا إن شاء الله كان بعد حل المشكلة هذه أن كثير مشاكل حتنحل إن شاء الله داخل المدينة. طيب سيد شباني، يعني السؤال الآن يعني حول ما إذا كان هناك مانع من أن تتعاون تلك التشكيلات لتأمين العاصمة في إطار قانوني يكون تحت إدارة مؤسسات الدولة، بدلا من تنازع المسؤوليات بشكل غير منظم بهذا كما هو واقع الآن. العاصمة مأمنها الثوار، طبعا قادة الثوار، كتائب موزعة على شتى أماكن العاصمة. طبعا زي ما قال أخي حسين، في غياب الدولة عندك، أنت دولة مغيبة تماما أخي الكريم، دولة غير قادرة القيام بمهامها، فالثوار هم اللي مأمنين العاصمة الآن.
للأمن والأمان اللي موجود في طرابلس ولاية هذا راه بجهود الثوار طبعا. طيب لكن لماذا لا يتم هذا التأمين في إطار منظم تحت يعني مظلة واحدة تدير كل شؤون هذه التشكيلات المسلحة وتوزع عليها المهام حتى لا تحدث أو يحدث تداخل في أعمالها وبالتالي تنتج خلافات في هذا المستوى؟ والله الجهود حقيقة يعني المعلومات اللي عندي إن قادة الثوار بذلين جهد كبير في سبيل الوصول إلى هذا الشيء اللي تحكي فيه أنت، ولكن راو سمحني في غياب مؤسسات الدولة الحقيقية باش أنت تحاول إنك أنت كتائب الثوار تلمها في لحظة واحدة هذه ياخذ وقت، وإحنا أعطينا تو الوقت الحالي فالوضع الاستثنائي هذايا الظروف الحاليه اللي في طرابلس تو الان امنه مطمئنه. طيب بارك الله فيهم قاد الثوار اللي يوصلونا لهالمرحله هذه. واضح انت في غياب الدوله لا تستطيع فعل شيء يا اخي الكريم. اذا كان الناس اللي يشتغلوا في الكتائب اللي خاصه بالثوار اللي هم قصدي العسكريين اللي هم الثوار الحقيقيين اللي ما تقضاش مرتبه بالعشرة شهور. طيب يعني تقول مرحليا وفي ظل هذه الظروف ونتيجة لغياب السلطة المركزية في الدولة يعني أن يبقى الوضع على ما هو عليه تراه شيء إيجابي، لكن هناك ربما سلبيات قد تنتج عن هكذا وضعية غير منظمة وغير مقننة في إطار قانوني وإطار يعني يوضح شكل الممارسة في تأمين العاصمة. على كل اسمح لي أن أنتقل بهذه النقطة إلى السيد بن عطية وأسأل يعني هكذا وضعية سيد بن عطية هل يمكن أن تجعل أو تبرز أو تتيح الفرصة لجهات معينة تسعى لخلق فتنة بين الكتائب الموجودة في طرابلس وربما اللعب على قضية الهوية والمناطقية فضلا عن توجهات سياسية لهذه الكتائب ما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث صدام مسلح ما بينها؟ نعم كما ذكرت في السابق أننا يعني نعاني من مرحلة الخروج من الثورة إلى الدولة وهي طريق شاقة تكون فيها عقبات كثيرة. أريد أن أفرق بين تأمين العاصمة والحكم على مواطنين بأنهم مجرمون أو فاسدون. التأمين يقوم به ثوارنا ويعني وجهودهم مشكورة وبارك الله فيهم وبالتعاون مع جهود خجولة من وزارات الدولة الأمنية يقوم الثوار بالتأمين، وهذا واجب كلي بحقيقة مدني أو عسكري. لكن اتهام الناس وخطفهم باتهامهم بأنهم فاسدون ويسرقون المال العام أو أنهم يرتكبون جرائم معينة هذا يجب أن يترك إلى القضاء. الحكم على مواطن بأنه مجرم يترك للمؤسسات القضائية، ولكن التأمين هو دور كل الثوار باعتبار غياب دعوة الإمكانيات والتدريب بعض هذه الإشكاليات. طرابلس عاصمة وجامعة لكل الليبيين، لكن في ذات الوقت هي لها خصوصية أهل طرابلس، نحن من يسكنها ونحن من يكتوي بنار الفتنة فيها. لا نريد إراقة الدماء، لا نريد الفتنة، لأننا أول من سيدفع الثمن ندعو إخوتنا المتواجدون بطرابلس وهم من خارج طرابلس أن يضبطوا أبنائهم المنتمون للسرايا، وكذلك الدعوة لأهل طرابلس. فالمجرم حقيقة هو مجرم سواء كان ابن طرابلس أو خارج من طرابلس. هذا التوصيف يمنحه القانون. طيب طرابلس نعم، هو السؤال كان حول مسألة تقنين عمل هذه الكتائب على اعتبار أنها يعني أنتم تثنون على جهد الثوار في تأمين العاصمة طرابلس وكل ما يقدم هؤلاء الثوار لتوفير الأمن للمواطن في العاصمة، لكن عدم تقنين هذا الجهد وهذا العمل قد يؤدي إلى خلق حالة أو يسمح للبعض باختراق صفوف الثوار وخلق فتنة تؤدي إلى صدام مسلح ما بينهم، وهذا ما يدفع للتساؤل لماذا لا يتم تقنين عمل هؤلاء على الأقل بشكل بصورة مؤقتة حتى خلق آلية استثنائية على اعتبار أن السلطة المركزية الآن غائبة وبالتالي هؤلاء الثوار وجودهم لتأمين العاصمة أمر ضروري، لماذا لا يتم بحث آلية استثنائية لتنظيم عمل هؤلاء بدل أن تبقى طرابلس مرهونة لتوافق هذه الكتائب من عدم توافقها؟ وربما سأنقل هذا السؤال للسيد الكراوي للإجابة عليه. سيد الكراوي طبعا بالنسبة للموضوع هذا أيوة
نعم تفضل. موضوع عملية محاولة أن وضعها من ضمن الدولة، طبعا عدد كبير من السرايا هذه موجودة موجودة تابع وزارة الداخلية ضمن الإدارة العامة للدعم المركزي. في عملية يعني باش نكونوا صريحين، أن احنا لي يعني ممكن تولينا 8 شهور أو 10 شهور الأمور ما كانش في عندنا مشاكل داخل المدينة في أي اشتباكات ما بين السرايا أو أي مشاكل. لكن في يعني ممكن في الشهر الأخير ده في مجموعة من المشاحنات، وهذه طبعا لها عدة أسباب، فيه عملية شحن غير طبيعي، في عملية إثارة، في عملية فتنة قاعدة تساق بحيث أن تدخل المدينة، يعني عمل استخباراتي يحاول يدخل المدينة في كارثة، وهذا الموضوع طبعا له مردود سيء. الشيء الثاني حضرتك سألت أنه بالنسبة لعملية التور، احنا لازم في شيء معين لازم نكون على قناعة به. يعني احنا مؤسسات الدولة في حد ذاتها اللي هي المؤسسات الرسمية سواء كانت مدنية أو عسكرية تعاني من الفوضى وتعاني من سوء الإدارة وتعاني من أشياء كثيرة. فلما نجو احنا ندعو على تشكيلات خاصة بشباب توار، جزء منهم متعلم وجزء منهم مش متعلم وجزء خد مرتبة وجزء ما خدش مرتبة، فانت تعاني في انك انت عندك مشكلة كيف تبي تنظمهم. يعني حتى بارك الله في قياداتهم اللي قاعدة مسيطر عليهم، انك انت اصلا القيادات مش مؤهلة ان هي باش تقدر تدير تشكيلات منظمة تضاهي تشكيلات الشرطة وتشكيلات الجيش، فهم يعتبر نوع من العمل التطوعي وما فيش ادارة فعالة او حقيقية، لان ليبيا بالكامل تعاني من ضعف الادارة. فهذا طبعا بيكون له مردود سيء يعني في طريقه الاداء، سواء كانت في عمليه الخطف سواء عمليه اشتباكات بين تشكيلات. وهذا زي ما قال السيد حسين ان هذا سبب غياب الدوله المركزيه، غياب ان هي كيف تنظم الامور هي. وهذا طبعا طبيعه المرحله في حد ذاتها، لان احنا في يعني لما خشينا في تورة يعني طيب. تورة في حد ذاتها تعني ان هي فوضى في كل حاجه للاسف يعني، واحنا ما قدرناش نسترجع المرحله هذه فوصلنا لشيء. لكن انا نحب نطمن الناس ان بقدره الله، يعني احنا زي ما قعدنا تولينا عام كانت الدنيا يعني الامور كانت معقوله، الوضع الامني كان معقول، ان شاء الله من خلال المشكله هي ان احنا حنحاول ايجاد صيغه بحيث يتم القضاء على الخلافات هذه ومواجهه الفتنه اللي قاعده في ناس تحاول تديرها داخل مدينه طرابلس يعني. طيب سيد الشبني، ما حقيقه الاتهامات المتبادله بين الكتائب الموجوده في طرابلس بعمليات خطف على الهويه؟ والله يا اخي الكريم، هي الانسان يتكلم الحقيقه ان بالفعل في مناطق في 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 من ليبيا الامن في طرابلس انا يعني ما بوش المدن سموا في مناطق معينه، المناطق هذه عندها شباب لا يمكن السيطره عليه، يعني نتكلم مع كثير منهم، كثير من الشباب الخاصين بهالمناطق هذه، مش لازم ذكر الاسامي المناطق، ولكن غير قادرين هذه الكتائب على السيطره على اولادهم. وهذا صراحه مسبب ربكه كبيره في طرابلس، طرابلس تئن من هذا الموضوع، وهناك احتقان شديد شعبي كبير من هذا الموضوع. وهنا نقول يا ناس يا اخوه يا اهل المنطقه دي، شدوا صوتكم شدوا نفسكم، راهو العاصمه تئن من هذا الموضوع وسوق الجمعه تئن من هذا الموضوع، انتهاك حرمات الوزارات، انتهاك حرمات الوزراء، خطف الناس بدون حق، ضربهم اهانتهم المدلخين هذه. لكن ما يقال سيد الشبيني ان عمليات الخطف على الهويه تتم من جميع الاطراف، حتى من الكتائب المنتميه الى العاصمه طرابلس وليس من الكتائب القادمه من خارج العاصمه فقط. صحيح الكلام، لكن اللي تحكي فيه انت من الكتائب الامنيه اللي في طرابلس يعتبر عدد قليل وبسيط جدا امام الانتهاكات اللي جايه من برا من طرابلس صراحه، والان في طرابلس بالذات. احنا صراحه ندعو الى اهل العقل في هذه المناطق واهل النخوه واهل الحكمه انهم يتدخلوا في هذا الموضوع ويحاولوا يحلوا الاشكاليات هذه باش ما يتفاقمش الموضوع ويتخذ منحنى اخر. تعرف انت طرابلس هناك كثيرون يصدون في مال هكر ليجعل ولكن هيئات هذا بعون الله. طيب نحن إخوة والجلوس ولازم الحوار في سبيل الوصول إلى بر الأمان إن شاء الله. طيب سيد بن عطية، هناك أنباء عن وصول لجنة مشكلة من المجلس البلدي في مصراتة إلى العاصمة طرابلس لبحث آلية لإنهاء هذه الإشكاليات و
منع حدوث أي صدامات مسلحة بين الكتائب الموجودة في داخل العاصمة، هل تواصلتم مع هذه اللجنة؟ نعم، نحن على اتصال من ليلة البارحة بخصوص ما يجري، وصلنا إلى اتفاقات يعني وتقاربات لحل حالة الأمن. هناك بعض النقاط البسيطة العالقة، لدينا اجتماع إن شاء الله بعد ساعة من الآن، أسأل الله أن يكون آخر الوصول إلى آخر الحلول بخصوص بعض التسليم بعض الناس التي كانت في الحجز، ولا نأمل الوصول إلى ميثاق شرف لكل الليبيين بإشراف الدولة. ندعو السرايا والبلديات والأعيان لوضع ميثاق كما تفضلت حضرتك يكون يقود هذه المرحلة القادمة لتأمين العاصمة، كيفية التأمين، من سيقوم بتأمين طرابلس. هناك العديد من الأطراف تريد أن تتولى هذا الملف، هذا الملف لا ينبغي أن تستحوذ به جهة ما أو طرف ما. طرابلس عاصمة كل الليبيين، يجب أن يكون للجميع فيها دور مع الاحتفاظ بخصوصية أهل طرابلس لتجنب الفتنة وإراقة الدماء. إن شاء الله الاجتماع بشائر الآن إيجابية، الجميع يريد أن يصل إلى حل، يريد أن يضع ضمانات لما يكون في المستقبل لمواجهة تحديات المستقبل، لوضع الدولة في مسؤوليتها. نعاني الحقيقة من غياب الدولة ودورها الفاعل في مثل هذه الأحداث. نريد الدولة أن تدعم. أدعو بلديات طرابلس الكبرى أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام عاصمتهم، إعطائها جزء من الوقت للتواصل مع كل المؤثرين في العاصمة، لأن هذه عاصمتهم، لا ينبغي أن نكون بعيدين عن مثل هذه الأحداث. عمداء بلديات طرابلس الكبرى لكم كلمة ولكم تأثير كبير، يجب أن تتحملوا هذه المسؤولية، وأنا أدعوهم الآن لتشكيل جسم يضم عمداء بلدية طرابلس الكبرى، وأسأل الله أن يكون الاجتماع في بداية الأسبوع القادم لتشكيل هذا الجسم، لتكون كلمتنا موحدة مع أبنائنا من كل ليبيا. أمن ليبيا، لا نسمح بإذن الله باختراقه، العاصمة قوية متماسكة. طيب اسمح لي فقط لضيق الوقت أن أختتم مع السيد الكلاوي بهذا بسؤال حول هذه الجزئية. يعني سيد الكلاوي، كيف يمكن للمجالس البلدية في نطاق طرابلس الكبرى أن تلعب دورا في تأمين العاصمة؟ بالنسبة لدور المجالس البلدية، من خلال توافقها مع بعضها واجتماعها في جسم واحد حتقدر تدير شغل هذا. طبعا بالإضافة أن احنا عندنا مجالس حكماء والعيان حتى هم لهم دور، لأن عملية مكملة بعضها، قيادات التوار والجهات الأمنية حتى هي دور ثاني. ثلاثي هذا ممكن يساهم مع المواطنين الموجودين في المدينة في حماية المدينة. في شيء معين بس أنا ديما نأكد عليه، أن طرابلس هي مدينة كل الليبيين، والميزة اللي فيها أنها هي تضم ليبيين من كل المناطق، فلذلك لها خصوصية في أنها تقدر تحتوي أي مواطن يجيها. ولما نتكلم احنا نقولوا طرابلس وأهل طرابلس، نحكوا بها سكانها واللي هم موجودين فيها بالكامل، واللي هم يعتبروا أهلها من كل. أشكرك وأعتذر منك سيد الكلاوي، لأننا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج خبر وبعد. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، طبعا عضو المجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكلاوي، وعبر الهاتف من طرابلس أيضا عميد بلدية سوق الجمعة جمال أشبيني، وأيضا من طرابلس عبر الهاتف عميد بلدية تاجورا حسين بن عطية. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.